يم اللمبة لمبة شي هاي ال وات نعم على صفحتك فلود فلود بسرعة خرب رود وطرق ضروط خرب عليك وعلى ما جبت لي السلام عليكم شكرا حبايب ان شاء الله بخيركم وبعض ولكم حلقه في السقيوري طبعا الشباب اليوم هنا علي جاسم بلحمه وشحمه ماكو تكه هو صاير اليوم جاينا اليوم منورنا ويانا حيصير بلعبه الترنت واتش ليك حبيبي ميمزاتك حركاتك ترى هذا بالميمز هذا يعني حبيبي والله راح اخليكم شباب الحساب مالته مال انستا اذا تريد حتى تدخل تدزون المقاطع الفيديو مال الميمز اللي انتم حابين انه تضيف نوش نزلها بالفيديو واذا شغلات غير مناسبه هو ما راح يخليها فدزوا له شغلات اذا انتم تريدون على حسابه بالانستا حاخذوها بالاول تعليق مثبت فعمود تساعدونا بشغلات انتم تريدوها بالميمزات الجايه. اليوم جايكم لعبه اسمها الترنت واتش لعبتها انا وياه اكثر من مره. اللعبه شباب عباره عن انه شخص يراقب كاميرات مال البيت وباي كل باي لحظه يطلع لك مخلوقات غريبه لحد ما تصير من الساعه 12 مو لحد الساعه 6 لحد الساعه 6 لحد الساعه 6 الفجر انت تراقب بس طبعا 6 ساعات راح تصير تقريبا 10 دقائق او اقل. احنا ايش راح نسوي حتى وكل مره تشوف تلعب اللعبه كل مره يصير عندك يعني وحوش جديده مخلوقات جديده وشغلات مرعبه ومخيفه اكثر فراح نراقب انا وياه سويه نحاول نشوف شنو الشغلات المتغيره مثلا اذا مخلوق كائن غريب نقول نختار مخلوق اذا كهرباء نقول نختار مشكله الكهرباء في هاي الغرفه الفلانيه فالتبليغات الصحيحه تنمسح ويرجع كل شيء ماكو بهذا المكان لحد ما ترجع له من جديد اذا تغير بي او شيء او لا بس اللي راح يصير غريب هذا المقطع ممكن ما صار بغير مقاطع راح نلعب اكثر من جيم بحيث راح ممكن تشوفون الوقت مختلف فوق الساعة 3 ممكن الساعة 4 الساعة 2 الساعة 7 الساعة 6 5 ليش؟ لأن راح نلعب لكم أكثر من جيم والإديتر يحاول يطلع لكم أكثر مقاطع بها رعب أو مخلوقات غريبة وراح نشوف ايش راح يصير فما تنسوا لا تنسوا تخلونا لايك واشتركوا القناة واشتركوا إذا تابعنا بعض السيريس ولنبدأ يلا بلش خرب من السكيب اول ما تبدي تحفظ الاماكن اي هذا الصليب عدل احنا لعبيه اكثر مره دارك مود هذا اصعب من المود العادي هذا اصعب من المود العادي بس سوينا لكم يوم ولون ليش حتى يونس لانه اكو اسود ابيض اسود ابيض ما حد ختمها باللعب احنا لعبناها اكثر مره وختمناها اكثر مره بس صراحه ما اكذب عليكم ما نقدر نلعبها من اول مره مستحيل بس هذا مخبل مال هاي اللعبه صراحه انا جبتها اليوم لانه هو مخبل مالته وقاعد اسوي بشغل تركيز موت يعني ما اوه الكترونيك كهربائيات في غرفة النوم انقل له تبليغ وانت ما عليك اذا تغلط بهن يعني ما راح يحاسبك عليهن ها التبليغات الغلط ما يحاسبك عليهن حبيبي الله يسلمك هذا يقول لنا يعني ماكو اي شيء عبركم لحد الان اذا ملاحظين هذا المطبخ وهذا الباب يودينا وين للسرداب والسرداب اذا ننزل به يودينا وين لهذا المكان القبر فهمتوا علي هسه هذا المكان اذا نروح هنا حيودينا وين على غرفه المعيشه بعو شوف هاي المزهريه هيئه المزهريه يعني شيء مرتبط بشيء مو تقولون هاي اذا نروح من هنا راح ندخل وين بهذا المخزن اذا نروح بعد غرفه النوم اللي صايره بصف المخزن زين عيني وهنا غرفه النوم اللي صايره بها فلك اسود اصعب شيء غرفه النوم ويلي هذا اصعب شيء المطبخ تواليت قبل شوي طلعنا به شيء انا وهذا فقسنا العافيه مو اوه الصليب معكوس ثاني وحده سبليمنت تغير المكان هذا شنو يعني فشي تغير انقلب انعوج كذا الصليب معكوس الكاميرا والصوره عندك اوه الصوره هاي عندك هنا اثنين وين الثانيه الكاميرا الجو يم اللابتوب تغير مكان هون قلبه كانت توجه هيجي يب كانت علي اللي متوجه يعني اختار هسه اختارين تغيير الصوره باعوها هسه هذا الوجه رجع طبيعي هسه هاي الكاميرا نسوي لها ديسبلنت خليني اوريكم شوي على السريع قبل ما تلاص علينا ترجع مثل ما كانت باعوها هسه ترجع مثل ما كانت رجعت باعوا انا بس على مود تاخذون فكره عن الموضوع هنا انا ماكو شيء اوه صوت شنو صوت على صفحتك كهرباء الكترونيات ما اخذ غيره اقلب اوكي ما هو شيء تغير هلو ديسبلاي طبعا بالدارك مود يمكن يضيف لك شغلات اكثر من العادي عمودي يتحداك
باعوا تم مسحها هسه رجع النجمة انشالت. ما موجود شيء والله. دقم. اوه صارت دبل 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 ميمك. الدقم تختار لها ميمك يعني شيء مدبل. باع مدبل باع ميمك صارت دقمتين هي دقمة واحدة شلون دقمتين؟ خرب ليشتك تفع عليك وعلى جابك. فلود. في خرب رود فرف رود. تفع عليك. فلود. يا. ما أقدر جابك. شالو صار فوق شا it's begin today يعني سيبدأ اليوم يعني تطهيرك اليوم هذا أول مرة يطلع والله أول مرة يطلع أول مرة أشوفه أي والله خرب إن هذا المخلوق الجايف والله قمزني بس مثل مال الحمام ماكو نعي على صفحتك شايف فلود 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 على خالتك oh shit هواي هواي اكو بلاغات دور بسرعه هواي اشياء ما جاي نلقاها احنا الدبدوب دبدوب ديسبلاي بسرعه عفوا خرب لشتك فلويد خرب خروط لا لا مو هيك دخلت 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 فقدت الذاكره باب مفتوح فلويد ايه سويته يا الله علينا تفوق تفوق علينا اقلب اقلب نعلى على صفحتك افتهمت عندك ورا اللي ورا ميمك 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 على الوال غسي فوقها واي عمي قلبه وقف والله يا سبع دين يجينا واحد ضرير ما نعمة مش خلف بالتعليقات اني اجي ما خلف اني اترين ناس اشخاص من نعيني وبعدي انتبه المطبخ انت ما بي شيء حتى الان هي هاي كان هممك لا هاي من البداية ماكو شيء يلخبطك قول هذا منك او لا هلو هلو تغير شيء دور شنو الشيء اللي تغير ما نعرف خلي ديسبلنت وخلاص لا بروح على الخزانة تغير ميمك شرف اي والله شوف من تلمض اكو شيء يتغير بالمكان او بالغرفة اي صح ربنا والله فزت فزات حبيبي والله الله يسلمك الله يحفظك الله يخليك الله يطيح حظك على اساس نلعب جيمين بس انا اعتقد اكتفيت باللي صار بيه لا كمل لا جيم واحد كافي يا رجل مو قوي تقول لي الالعاب لا لا اخوي لا لا ايه انا رجال فقير وبيتنا بالاخير والله شباب قال العب ثلاثه وما اخاف ما ادري اديتر اديتر شيله بالمونتاج رحم الموتك ميمك كتابي الزرق الطاولة جو لحظة وين؟ هناك يم اللمبة لمبة شو؟ هاي ال وات؟ نعلى على صفحتك فلود فلود بسرعة خرب رود ضروط قرع عليك وعلى اللعبة جبت لي اياها هاي تغير مكانها شايف فوق اتوقع تغير مكانها طلعوا لنا من وقت ساعة بالوحدة قلت لك هي تصير عشوائية الصورة تغيرت اي تصير بشكل عشوائي يعني مو جزء نص دقيقة يطلعوا لك حسب ما يلا انا احب العاب الرعب صراحة يعني ترفع الضغط صوت شك صار صوت شيت اخر واحدة اخر واحدة شنو ماستر روم افلت اخر واحدة افلت افلت افر لا لا ايست ما 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 جمدت
شلون؟ لا 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 يا غرفة هاي يا غرفة. شا غرفة المعيشة ماستر روم. احكيش بيك؟ هي آخر وحدة. دائما آخر وحدة. مو هاي غرفة المعيشة ماستر روم؟ غرفة المعيشة اللي غرفة النوم قصدي. ماستر روم باد روم. ما 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 أعرف شو شدوس أسوي ما وين نروح بالأخير جرب آخر واحدة هي غرفة المعيشة أو غرفة النوم بس دير بالك أرجع أوكي تبغون حلو أنا قلت ألعب ثلاث ألعاب ترى أنا جذاب الله ايه ولا اخاف كذب 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 ما قريت هيك كذاب شيلها بالمونتاج يا اديتر وكذاب ثلاث العاب ولا اخاف شنو هاللعبه كذاب انا ما حكيت هيك راح نلعب اكثر من جيم ما هو الباب اللي فتح مالي غرفة النوم الباب اللي فتح مالي غرفة النوم وعليكم السلام والرحمة واللحمة على الخلقة لا ماك اوه لك هواي شغلات راح نخسر راح نخسر اي هاي غير مكانها ديسبلاي ميت بسرعة اي بعمل بسرعة وشكو هنا لا يوجد شيء ايموجي الايموجي شو ما تغير مش عارف هو يوم يجي غير اي موج خاف صورتين من طيارات شان المفروض تتغير يب صار شان صورتي اوه نعم الجيزر عبالي واحد هي شغلات عشوائية تطلع هلو لك يترك كنترولت يا رباء لا هاي المفروض نعوف هذه المشكلة هاي تفيدني بعض وش من طويش تحل انا عبالي هاي واحد بنية صغيرة تبين خالك يب خالك اشياء يعني يمكن نقلات النبتة اي يب لا بعد ما يخوفون الوحوش احنا شفنا اسوأ شيء فش ما يطلع السم ما راح يرعب ما يخوف كلبي اي متأكد نمك والله اي عندها كذا ايش ما يطلع ما يخوف كلبي قلبي فلوت قبر عليك اهم شيء ما يطلع ان جنة ابو رجل طويله او رقبه طويله عادي يعني صارت رب ليشته اوكي وحش زرب الله اشكركم طبعا شباب وصلنا نهاية الفيديو اذا حبيتوا اللعبة ان شاء الله اسويكم جزء جديد وهم اجيبوا يعني على اللوف تفاعلكم على هاي اللعبة او على هذا الفيديو هو اللي حيحدد اذا نسوي فيديو جديد او لا او نخلي نلعب جيم لاخ لان كل مرة حسب اذا تشوفون هنا اكو لستة بالشغلات اللي مثلا انت تسويها حتى يعني تسوي علي الريبورت الصحيح فيا بصر هذا الفيديو ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد مع السلامة باي باي ولا تنسى مشاهدة آخر 4 مقاطع